أهلا بكم مشاهدين إلى فقرة زوم، ونناقش فيها إعفاء الملك محمد السادس لعبد الله بن كيران وتعيين شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية كرئيس حكومة مكلف جديد. معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحيم منار سليمي المحلل السياسي. مساء الخير أستاذ سليمي. أهلا أستاذ عبد الله. ما هي بداية قراءتكم لقرار إعفاء بن كيران من الناحية الدستورية؟ أولا، قرار إعفاء عبد الإله بن كيران يتضمن مجموعة كبيرة من الرسائل الدستورية. أول هذه الرسائل احترام الملك للخيار الديمقراطي. هناك مجموعة من الأطراف كانت تعتقد، أطراف المشاورات، بأن الملك سيقوم بعملية التحكيم. لاحظنا بأن الملك حافظ على أحقية حزب العدالة والتنمية في تشكيل حكومة ما بعد 7 أكتوبر، لذلك واضح جدا بأننا داخل مقتضيات وثيقة 2011 وداخل المبدأ الأساسي داخل النظام الدستوري المغربي، وهو احترام الخيار الديمقراطي. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية وهي احترام الملك لمنطوق وأحكام الفصل 47 من الدستور. الكل يتذكر النقاشات التي أثيرت حول هذا الفصل، فالملك عين الأمين العام للحزب الفائز في البداية الذي هو عبد الإله بن كيران، وكان من الممكن تعيين شخصية من غير الأمين العام، لكنه منح فرصة لعبد الإله بن كيران كأمين عام لحزب دامت 5 شهور، ويعود اليوم بمقتضى الدستور وبمقتضى نفس الفصل الذي يعطيه هذه الإمكانية ليمنح فرصة جديدة لشخصية ثانية من حزب العدالة والتنمية. إذن هناك احترام لمنطوق الفصل 47 من الدستور. أيضا هناك رسالة دستورية ثالثة، وهي أن الملك استعمل مقتضيات الفصل 42 من الدستور الذي يعطيه صلاحية التدخل لاحترام الدستور وضمان حسن سير المؤسسات، لأنه بعد 5 أشهر من تكليف السيد عبد الإله بن كيران كرئيس لحكومة، تم إعفاؤه الآن، وحثوا في لقاءات متعددة على التعجيل بتشكيل الحكومة، كان من الطبيعي جدا إنهاء هذا التكليف بمقتضى الدستور. وفي نفس لماذا؟ لأن المؤسسات الدستورية يجب أن تستمر وأن لا يتم ربطها بتعثر المشاورات، خاصة كما جاء في بلاغ الديوان الملكي أنه ليس هناك مؤشرات تبين أنه من الممكن للأطراف التي تتفاوض وعبد الإله بن كيران الذي يقود هذه المفاوضات أن يصل إلى تشكيل حكومة. إذن واضح اليوم بأن هناك مجموعة من الرسائل الدستورية التي يحترم فيها مقتضى الوثيقة الدستورية لسنة 2011، وتطبق فيها مقتضيات مرتبطة بصلاحيات الملك الفصل 47 والفصل 42، لأن الأمر يتعلق بمؤسسات. هذه المؤسسات بمعنى أنها كانت تشتغل، ولكن توقف بمعنى هذه المشاورات التي لم تعطي نتائج، من الممكن أن تؤثر على السير العادي لهذه المؤسسات، وهنا يتدخل الملك بمقتضى صلاحياته الدستورية ليقوم بممارسة نوع من الصلاحيات الدستورية الذي يعطيه له الفصل 47، وهو تعيين شخصية ثانية من نفس الحزب والحفاظ على نتائج الانتخابات. أوضح هنا بأن الأطراف التي كانت تتشاور كانت تعتقد بإمكانية التحكيم، كان هذا يروج داخل الحقل السياسي المغربي، ولكن نلاحظ بأنه تم احترام نتائج الانتخابات وتمت المحافظة على الحزب الفائز. إذن يعني نفهم من كلامك بأن الملك محمد يعني السادس احترم من خلال يعني القرار الذي جاء في بلاغ الديوان الملكي الفصلين 47 و42 من الدستور، احترم أيضا صناديق الاقتراع والخيار الديمقراطي. نعم، هذه هي المبادئ والمقتضيات والقواعد الأساسية في دستور 2011 الذي الكثير ينسى بأننا لا زلنا في مرحلة تنزيله، في كل مرة تظهر مقتضيات تتطلب تنزيله. إذن هناك احترام لمنطوق الفصل 47 الذي قلت بأنه أثار نقاشات، الكل يتذكر هل كان في حالة مثلا تعثر عبد الإله بن كيران هل كان سيتم الذهاب إلى حزب ثاني؟ هذه المسألة غير واردة ولا يمكن الاشتغال بها لأنها غير دستورية، وهذا واضح الآن بأنه تم المحافظة على الحزب الفائز كما نص على ذلك
الفصل 47 مع ملاحظة أن الفصل 47 منذ البداية لا شيء يلزم الملك بأن يعين الأمين العام من الحزب، هو يتحدث عن تعيين رئيس حكومة من الحزب الفائز، وهذا نعم. يفتح إمكانية متعددة، والآن نحن أمام إمكانية أخرى واضحة. ثم الكثير ينسى بأن هناك جوانب أخرى داخل الوثيقة الدستورية، الفصل 42 هذا الذي يعطي للملك أولا هذه العملية السهر على احترام الدستور وضمان سير المؤسسات، وإذا تبين بأن هذه المؤسسات من الممكن أن لا تشتغل بطريقة جيدة هنا يتدخل، وهنا يدخل هذا السياق، لأن هذا شلل على مستوى المشاورات، وكان من الطبيعي أن يكون هذا التدخل ويتم تعيين شخص ثاني ليقود المفاوضات من جديد. إذا نحن أمام نقدم نموذج جديد، هذا النموذج مرتبط بالديمقراطيات، بمعنى أن الديمقراطيات هذه ممارسة دستورية مرتبطة بدستور 2011، ونقدم مرة أخرى نموذج مرتبط بالديمقراطيات العريقة وغير موجود في تجارب أخرى. نعم. مقارنة مثلا بتجارب عربية، نحن اليوم نعم. نمارس لعبة دستورية، أتحدث هنا عن قواعد دستورية ولعبة سياسية مضبوطة محددة بسقف الذي هو الوثيقة الدستورية، وستلاحظ معي بأن كل الأطراف من خلال النقاشات التي تجري اليوم تتمسك بالوثيقة الدستورية، وهذا تطور كبير داخل التجربة الدستورية المغربية. نعم. الآن يعني ما هي حظوظ الشخصية التي سيكلفها الملك محمد السادس بتشكيل الحكومة في إنجاز هذه المهمة على خلفية تجاوز عقبة الشخصنة ربما التي وقعت فيها تجربة السيد بن كنان؟ أوضح هنا بأنه لما نقرأ بلاغ الديوان الملكي هناك إشارة أخرى، نحن نتحدث عن مشاورات بين أحزاب، والأحزاب السياسية هي منظمات سياسية مسمات في الدستور، وهي لا تتوقف على شخص واحد، بمعنى أن هناك موارد بشرية، من المفترض والكل يعرف تعريف الحزب وله مكانة كبيرة في الدستور المغربي، إذن الأحزاب لا تتوقف على شخص واحد وإنما تتوقف على موارد بشرية سياسية موجودة، إذن سيكون هناك شخص ثاني من حزب العدالة والتنمية، وقد يغير المقاربة، وقد يكون مثلا له علاقة أخرى مع الأطراف التي يتفاوض معها، خاصة أنه من يتتبع جيدا النقاشات التي كانت بين الفرقاء، أتحدث هنا عن الأطراف التشاورية، يبدو بأنها دخل فيها ما يسمى بالعنصر الشخصي، وليس هناك أحزاب مشخصنة، الأحزاب هي منظمات سياسية مسمات في الدستور تشتغل، بمعنى أنها لا تتوقف على أشخاص، ستكون شخصية ثانية قد تقدم مقاربة أخرى وقد تدخل في حوارات مع الأحزاب السياسية الأخرى، الأمر يتعلق بمفاوضات، ولكن المهم الذي يجب الانتباه إليه هو أن هناك مشاورات وهن هناك تعيينات وهناك عمليات، بمعنى مقتضيات كلها داخل الوثيقة الدستورية، بمعنى سقف الوثيقة الدستورية يضبط كل ما يمكن أن يقع داخل الحقل السياسي من عمليات المفاوضات والمشاورات والتعثر الذي يحدث. هذه الشخصية التي ستعين ستكون لها حظوظ، بمعنى أنها ستبدأ من جديد في المفاوضات، وقد نفاجأ مثلا من طرف الأطراف التي كانت تتفاوض مثلا قد تغير المقاربة، وقد يكون هناك نوع من المرونة، خاصة أن الكل يعي اليوم بأنه يجب أن تشتغل المؤسسات الدستورية، خاصة وأننا نحن على أبواب مثلا خلال منتصف أبريل على أبواب افتتاح دورة برلمانية، ويجب أن تكون هناك حكومة، إذن الأحزاب تستفيد من التجربة السابقة وقد تبحث عن إزالة كل المسائل التي وقعت تعترض، وقد تتفادى التصريحات التي جعلت الأمور مشخصنة أحيانا سواء من طرف كل الأطراف التي كانت تتفاوض. أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد الرحيم أنا السيمي المحلل السياسي، كنت ضيفنا في فقرة زوم.